الأسبوع الماضي كانت المرتبة الأولى بالتوب 3 من نصيب عبد الله، وجايزته كانت يختار على ذوقه آلات موسيقية من شوروم موزار شاهين. حتى الشايب أبو شعر أبيض المايسترو بشتري بعد، تعالوا معي. من أول ما دخل عبد الله على صالة العرض البيانو ندهله وذكره بصديقه بالأكاديمية عيسى. فيجارو كل ما قعد البيانو صراحة أفتكر أبو عواس. ما عليك يا أبو عواس، إن شاء الله بس أجيك الكويت وأجيب لك بيانو، ما عليك ولا تزعل. يا عبد الله، مش لازم تخلي مطرح للآلات اللي أنت عبالك تختارها؟ أشكالهم حلوة أكيد، بس إن العزف عليها شوية صعب. سجيني في بطني كله، خلص جمهوري العزيز حبه الدور. شكله الساكسوفون ضرك أكتر ما نفعك. انتقل عشي تاني. أنا أعشق الآلة هذه صراحة، وكنت قاعد أتعلمها بس وقفت لأن حصل ظروف كذا فما قدرت أكمل. سامع؟ الله الله عليك. مشكلتي يعني ما أبغى أظهر إمكانياتي، يعني أنت دائما تحرجني صراحة. بشتري اسمه نبشاري بصراحة. تعالوا نشوف شيء ثاني. صحابي عايزين واحد من ده وعايزين واحد من ده، بس هتحلموا. كل آلة كانت عم تعطي عبد الله الوحي ليعلق على أصحابه. زينب عايزة جيتار وكمان أسباني، بس مش حاجة لك. أنا اللي أخذت التوب 1، يعني أنا اللي المفروض أخذ الآلات، ليش ما تفهمون؟ طبعا ما نسيت أصحابي، جبت لهم هدايا، أكيد راح يموتون بس يعرفوني. أنا حسيت إن هذه تنفع العيال. زينب عشان الأحجام الصغيرة. سكينة غنى شرط أشياء كثيرة، يعني ترى لا تغرقهم هذه الأشياء، بس يعني قليلة غير الأشياء اللي جوا الحين راح يجيبون لي إياها. أوكي سلمون. ومن بعد ما اختار الآلات الموسيقية اللي حابب يتعلم يعزف عليها، صار الوقت يشوفوا العزف على أصوله. وبما أنه مش هيدي أجواء عبد الله الموسيقية والغناء الغربي مش المجال اللي بيحبه، ما تكون هينة يا عبد الله، قلوب الأدوار وعلمهم شرقي. حاول أعلمك شيء خليجي وانت تقول معنا. أوكي وقعت حب وطيبة والنتيجة بتصير خليط غربي على شرقي ع نوع جديد من الموسيقى بيلاقي حاله عبد الله فيه، وهيك بيتحول لقائد الفرقة. مين التوب 1؟ عبد الله. واو توني ادري. ولأنه دروس الموسيقى مهمة لطلابنا، تقدم للرابح دروس موسيقية لمدة سنة عند موزار شاهين سكول اوف ميوزك. ناطرين منك يا عبد الله شي معزوفة غير شكل بهالآلات الموسيقية اللي ربحتها. ترى في تياز، بس انتوا مو مركزين معنا.